الحقيقة ما حصل بالأمس هو تتمة لخطأ سابق اللي هو اللي يحصل من تصنيف اللي صادر من رئاسة الحكومة لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. أعتقد أنه ذلك التصنيف كان خارجا عن اختصاص الحكومة بما أنها سلطة تنفيذية، والمخول الوحيد هي السلطة القضائية لأن تتحدث عن ذلك، ومتى بعد أن تصدر أحكام نهائية باتة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن، لأنه جريمة إرهابية أو جرائم العادية حتى العقل العام مخدرات وغيرها، هذه الجرائم لا يمكن أن نقول أن شخصا مدان فيها أو مورط إلا متى كفلت له محاكمة عادلة فيها جميع الضمانات، وبعد ذلك صدر حكم بات غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن يدينه من أجل ذلك، وعندها فقط نقول. ولذلك نجد أن صحيفة سوابقه يدون فيها ذلك الجرم أو تلك القضية التي حكم وثبت إدانته من أجلها. أما قبل ذلك فحتى القضاء لا يستطيع أن يصنف شخصا ناهيك بمجموعة، أي أن الخطأ الذي حصل أول أمس من تصريح رئيس الحكومة كان خطأ مبناه أساسا أنه تعدى على اختصاص القضاء وأنه لم يتريث وحاسب بالجملة، وهذا خطأ كبير، لأنه عنا مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات، وعنا حتى في موروثنا الديني الآية الكريمة التي تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، صدق الله العظيم. شوف الإجراءات اليوم، القضايا أمام القضاء، والقضاء هو المخول الوحيد، ونحن لنا ثقة كبرى في القضاء لأن ينصف الناس. وما حصل بالأمس من أخطاء مثلا أنه صدرت أسماء لأناس ذكروا بأنهم إرهابيين في تلك الندوة، ومررت أسماءهم وصفاتهم وعناوينهم وصورهم، وثبت أنهم تم إطلاق سراحهم، فيهم من أطلق سراحه منذ 5 أشهر خلت، فيهم من أطلق سراحه منذ 2 أسابيع، وفيهم 3 تسيبوا البارح، يعني فيهم وقت الندوة الصحفية قاعدة تمشي ثم شكون بحاد سراحه وأطلق سراحه، ونسمي اليوم نحب نسميهم الحقيقة إنصافا لأنهم سموا وفي اتجاه الإدانة، فليسموا على الأقل في اتجاه البراء. نسمي خليفة القراوي من سيدي بوزيد، هذا منذ 5 أشهر مثلا أمام القضاء وسريحة، نسمي هو بحاد سراح الآن، نسمي عادل الكافي منذ 2 أسابيع في أحداث الوردية وسوسة هو أيضا بحاد سراح منذ 2 أسابيع بعد أن مثل أمام القضاء، نسمي البارح 3 من الناس. البارح عندك بن رحومة شكر وأحمد كان ذكر اسمه مليح، وماهر العكاري، وعبد الله بن عزيزة، هذم كلهم 3 بحالة صراح وسموا على أساس أنهم إرهابيين ومتورطون في الإرهاب. فأقول بكل اختصار أنه تسرعنا بعض الشيء وتعدت السلطة التنفيذية وأساس الوزارة الداخلية على صلاحيات القضاء والسلطة القضائية. نرجو أن نعطي لكل اختصاصه، وأن بحث البداية عندما يقوم بأبحاث ويحيل إلى القضاء يترك القضاء يعمل، فهو الذي من صلاحياته لوحده أن يحدد المدان من غير المدان، ويبرئ من يشاء ويوقف من يشاء، ويحكم بالإدانة على من يشاء.